السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي عشاق علم الاندستريال فارماسي أو التكنولوجي. كنت المرة اللي فاتت بدأت أتكلم معاكم عن أول موضوع هنتكلم فيه هو الهيت ترانسفير، وعرفنا يعني إيه كلمة هيت ترانسفير، وعرفنا يعني إيه أصلا كلمة هيت، إنها نوع من أنواع الانترنال انرجي، وعرفنا الطرق اللي بيتم بيها انتقال الهيت داخل أو الثلاث طرق. الطريقة الأولانية اسمها كوندكشن، والطرقوا دي يربطوها على طول بأنها بالسوليدز، وبيحصل فيها انتقال للحرارة بفايبريشنال موشن، يعني الجزيء بيتحرك بس في مكانه. الطريقة الثانية كان اسمها الكونفكشن، وده بيبقى فيها كونفكشن كارنت، أو بيبقى موجود فيها تيارات حمل زي ما قلنا، وعرفنا ان دي بتحصل في الفلويدز، وقلنا ان الفلويد بالنسبة لنا احنا في الاندستريال ممكن تبقى ليكويد او ايه او جاز، وقلنا ان الكوندكشن دي او اللي بتحصل في فلويدز دي ممكن تبقى ناتشرال كوندكشنز نتيجه الاختلاف في الدنسيتي، او ممكن يبقى فورس كوندكشن، ده لما بستخدم بامب. الطريقه الثالثه كان اسمها الراديشن، وقلنا ان اي جسم درجه حرارته اعلى من الابسولوت زيرو بيشع حراره وبتمشي بشكل الكتروماجنتيك ويفز في الايه في الفضاء. وبعدين بعد كده بدانا نقول ان كل العمليات الصيدلانيه تقريبا بيحصل فيها هيتنج او هيت اكستشينج، وبدانا ناخد الاجهزه اللي بتستخدم في الهيت اكستشينج. قلنا ان في منها تيوبولار هيت اكستشينجر، وقلنا ان انا سميتها تيوبولار عشان السائل اللي انا ببقى عايز اسخنه بيبقى ماشي فيه انابيب وبيتسخن بواسطه الستيم. وقلنا ان في منه سنجل باس، سنجل باس يعني السائل ماشي في اتجاه واحد بس، وتيوبولار هيت اكستشينجر، وفي الفيكسد هيد، وعرفنا ليه انا بسميه فيكسد هيد، بيبقى مالتي باس هيت اكستشينجر، وعرفنا ان المالتي باس ده اما الدكتور يقول لي ايه الموديفيكيشن اللي انا عملته، هتلاقوا ان انا عملت ترانسفيرس سيبتا في الديستريبيوشن تشامبر وفيرتيكال بافلز في الشيل او في الحجره نفسها. وقلنا ان انا بدي له رقمين، الرقم الاولاني بيبقى مسار الستيم، والرقم الثاني بيبقى مسار الفلويد في الانابيب. وقلنا ان من عيوبه ان هو بيبقى فيكسد هيد، فكان في عيب ان الانابيب دي وهي بتتمدد ممكن يحصل فيها باكلينج، او يحصل فيها تعرج، او يحصل فيها ديفورميشن. فبدانا نعمل فيه تطور تاني ان احنا نخلي واحد من الهيدز بتاعته تبقى فلوتينج عشان الانابيب دي تتمدد بايه براحتها، وكمان عشان يبقى ايزلي كليند، اقدر اطلع الباكت ده كله من الانابيب وايه وانضفه. فبقى اسمه ايه فلوتينج هيد، وكده احنا فهمنا ايه معنى كلمه فلوتينج هيد. وبعدين عملنا تطور تاني ان انا قمت جاي حاطط كمان ترانسفيرس بافل بقى كمان في الحجره، بحيث ان الستيم يمشي فيه مسارين اتنين. ادي الستيم داخل اهو، هيمشي كده 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 كده، وبعدين يعدي من هنا ويمشي كده 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 كده. ادي كده كان ماشي مسار، وبعدين مشي مسار تاني، وعشان كده قلنا اتنين. ادي مسار الايه الستيم. الفلويد بقى هلاقي ان هو بيمشي كده، ادي مسار كده، ادي مسار هو، وبعدين يوم جاي خابط هنا ويوم جاي ماشي في الانبوبه دي، ادي المسار الثاني. وبعدين يوم جاي خابط هنا ماشي في الانبوبه دي، ادي كده المسار الثالث. وبعدين يخبط هنا يدخل في الانبوبتين دول، فده كده المسار الايه الرابع. فعشان كده قلنا عليه 2 4، قلنا ان الرقم الاولاني هو المسار بتاع الستيم، والرقم الثاني هو مسار الليكويد. وفلوتنج هيد ليه؟ عشان دي فلوت اهي، شايفينها فلوتنج ايه، فلوتنج هيد مش فيكسد هيد هيت اكستشينجر. وجمعت لكم الرسومات تاني وقلت لكم اكتبوا اساميها، وبعدين هندخل بقى على النوع التاني اللي اسمه السبيشال هيت اكستشينجر. السبيشال هيت اكستشينجر اول نوع منه اسمه فند تيوب اكستشينجر او اكستندد سيرفس اكستشينجر. لو كبرته كده عشان تقدروا تفهموا هو بيبقى عامل ازاي، هو بيبقى عباره عن انبوبه اهي، انبوبه كبيره جدا اهي. الانبوبه دي بيبقى ليها هاي ثيرمال كوندكتيفيتي اللي هو كي، عشان انتوا عارفين ان على اساس فورير سلو الهيت ترانسفير بيتناسب تناسب طردي مع الكي. هدخل هنا الهيتنج اليمنت، او العكس على فكره، يعني ممكن ادخل هنا الحاجه السخنه ويكون هواء هنا بارد في المراوح دي. المراوح دي بقى اسمها فنس، الفنس دي زي ما انتم شايفين مترتبه كده بطريقه راديال اهي، كده اسمها طريقه ايه راديال، انما على فكره ممكن كمان تترتب بطريقه لونجيتيودونال. ازاي؟ تبقى واخده شكل حرف تي كده، حتى ساعات بنسميه الايه التي شيب. فيا اما بتبقى مترتبه بشكل راديال، يا اما بتبقى مترتبه بشكل ايه لونجيتيودونال. في كده الحالتين في سائل ماشي كده، وفي هواء بيبقى ماشي في الانابيب دي. يا اما الهواء اللي بيسخن والسائل بيسخنه،
يا اما السائل ده بيبقى بارد وانا ببقى مدخل ستيم او هواء سخن فيسخن الايه السائل. المهم ان ده بيستخدم في ايه بقى؟ بيستخدم في تسخين الجازس او الفلويدز، وبيستخدم في تسخين الحاجات اللي هي الفيسكاس، الحاجات اللي هي الايه الفيسكاس. وخلي بالكم من اليوزز، لان انا ممكن اجي في الامتحان واقول لك قول لي اسم الجهاز اللي بيستخدم فيه تسخين الفيسكاس فلويدز. ده الكلام اللي بنشوفه اهو، هو بيتكون من تيوب فيها جود هيت كوندكتانس زي ممكن تبقى الومنيوم او كبر او ستانلس ستيل، متصله بفنس لونجتيدونال او راديال زي ما احنا قلنا، وفي هوت ستيم بيسخن الانابيب والسراوندنج افنس. الفنس دي فائدتها انها بتزود مساحه السطح، عشان كده هنقول عليه اكستندد سيرفس، وبيستخدم في الهيتنج اوف اير او الفيسكاس ايه الفيسكاس فلويدز. النوع اللي بعد كده كان اسمه سبايرال هيت اكستشينجر، وده يعتبر احسن جهاز. خلي بالكم دايما اخر جهاز احنا بندرسه بيعتبر احسن ايه، احسن جهاز. ده بيستخدم في تسخين الليكويدز. ازاي؟ هو عباره عن سبايرال، بدخل فيه الهوت ليكويد من اتجاه اهو، هيمشي كده يمشي كده يمشي كده ويخرج، وهدخل الكولد من الاتجاه الاخر، لازم يبقوا كاونتر كارنت. طب ايه مزايا ده بقى؟ اولا بياخد صوتس المساحه، لان السبايرال دي مخلياه حجمه صغير على الرغم من مساحه السطح بتاعت الانتقال بتاع الحراره كبيره جدا، بس عشان هي ملفوفه يبقى سبيس سيفنج. ادي حاجه. الحاجه الثانيه سرعه الفلويد وهو ماشي هنا بتبقى سريعه جدا، لانه هو مع السبايرال دي بايه بيلف بسرعه. اذا يبقى برضو البامبد كاباسيتي او البامب اللي انا بضخ بيها السوائل مش هبقى محتاج طاقه، فهو برضو كمان انرجي سيفنج او بيسيف الايه الطاقه. كمان وهو ماشي كده السوائل دي بتنظف الجدران لانها بتبقى ماشيه بسرعه زي ما قلنا. كمان بيبقى فيه كلوز ابروتش، يعني السائل السخن جنب السائل الايه البارد، فبيبقى الهيت ترانسفير وذ هاي افشنسي. نشوف الكلام ده، بقول لكم اهو ان هو عباره عن توف ليكويد كولد وهوت، بيمشوا في سبايرال مانر كاونتر كارنت تو ايتش اذر، يعني لازم يبقوا عكس ايه بعض في ادجاسنت سبايرال بايب. بيستخدم في الهيتنج اند كولينج برودكت ويتش ار هايلي فيسكس ماتيريال، والحاجات اللي فيها هاي سوليد او كونتيننج سوليد اي ماتر، لان قلت لكم ان هو بينظف نفسه بنفسه. السوليد ماتر دي دايما بتترسب على الجدران بتاعه الانابيب، بس عشان السائل بيبقى ماشي بسرعه فبيقدر يحكها يعني، او بيقدر يكحتها ويشيلها، فهو بيعمل لنفسه سيلف كليننج. المزايا على فكره الجهاز ده جه السنه اللي فاتت في الامتحان، المزايا بتاعته ان هو بياخد بس صوت المساحه زي ما قلنا، فهو سبيس سيفنج، بيستخدم 75% ليس بامبنج انرجي، عنده هاي كي فاليو وكلوز تمبريتشر ابروش، يعني اذا عمليه الهيت ترانسفير هتبقى وذ هاي افشنسي، بيبقى فيه كونتينوس سيلف كليننج بينظف نفسه بنفسه، وعنده ماكسيمم اوبريتنج افشنسي ولوور كوست. كده يا جماعه خلصت الاجهزه اللي احنا بنستخدمها في الهيت ترانسفير. بس ما تنسوش ان مصدر الهيت بقى، مصدر الهيت او الحراره اللي انا بتكلم عليها دي، اما يبقى في دايركت سورس حاجه كهربيه او اشعه الشمس، او ممكن بستخدم هيت ترانسفير ايجنت، او بستخدم بعض المصادر الثانيه زي الميه او الميه بملح او الستيم. وخلينا في الستيم، يعتبر ده احسن مصدر لانه رخيص، ما بيحتاجش بامب لان هو بيتحرك لوحده، وبيبقى عنده الاهم بقى ان هو بيبقى عنده نوعين اتنين من الحراره، واحده اسمها سنسبل هيت واحده اسمها ليتنت هيت. طيب نفهم الاول يعني ايه سنسبل هيت ويعني ايه ليتنت هيت. لو انتوا جبتوا ازازه ميه كده او كوبايه ميه وبداتوا تسخنوها، هتلاقوا ان في درجه حراره محسوسه، درجه حرارتها عماله تزيد. كميه الحراره المطلوبه عشان ارفع درجه الحراره 1 ديجري سنتيجريد بتاع 1 جرام من الميه دي بنسميها سنسبل ايه هيت، بنسميها السنسبل ايه هيت او السبيسيفيك هيت. ودي حاجه محسوسه بنحسها بالترمومتر، بس اول ما يوصل ل 100 درجه سيليزيه هيبدا بقى يغلي ويتحول من الصوره الليكويد الى الصوره الفيبر. وعلى فكره الفيبر ده هو بيبقى برضه نفس درجه الحراره اللي هي 100 درجه سيليزيه، بس هو خد شويه حراره بقى اسمها ليتنت هيت، اللي هي الحراره اللي مطلوبه عشان تعمل فيزيكال تشينج، عشان يتحول من الصوره الليكويد للصوره الفيبر. اهو هي كميه الهيت اللي مطلوبه عشان اغير الماده من وان ستيت تو انذر، من ليكويد الى ايه الى فيبر. طبعا دي حاجه تانية خالص، دي حاجه مشهوره قوي، ان كان في قانون من زمان اسمه بويل وشار للو، ان البي بتتناسب او البريشر بيتناسب تناسب طردي مع التمبريتشر، يعني المايه لو بتغلي في صفر ضغط جوي اللي هو الضغط الجوي العادي، تغلي يعني 100 درجه سيليزيه 15 بساي اللي هو باوند بير انش سكوير او بير سكوير انش، ده بيبقى 1.5 ضغط جوي بتغلي عند 121 درجه سيليزيه، 3 ضغط جوي تغلي عند 134 درجه سيليزيه. برضو الكلام ده مش مهم قوي، المهم عندي ان انا انهي نوع بقى من البخار انا بستخدمه. انا اتفقت معاكم ان احسن مصدر لانتقال الحراره او مصدر حراره هو مين؟ هو البخار. طيب يبقى
انه احسن مصدر بقى؟ قلنا ان انا عندي او عندي كام نوع من انواع الستيم. عندي ثلاثة، واحد اسمه ساتوريتد ويت ستيم، ده يا جماعة بنلاقي ان هو بخار مليان موجود فيه اعلى كمية مية يقدر يشيلها، بس في نفس الوقت مش موجودة على هيئة ووتر دروبلتس. لا هنا ويت، ويت يعني موجود على هيئة ووتر ايه؟ ووتر دروبلتس. وعلى فكرة ده نيفر يوزد. ليه نيفر يوزد؟ هنعرف كمان شوية. انما الثاني اسمه دي على فكره مش ان دي ساتوريتد، يعني برضو موجود فيه اعلى كميه ميه، ودراي. دراي ليه بقى؟ يعني جاف ما فيهوش قطرات الايه الميه. ليه بقى؟ لان البريشر بتاع ده هو بيبقى اقل من ده. خلي بالكم ان ده عشان فيه ضغط عالي فقطرات الميه اتجمعت وعملت شكل زي الشبوره كده، انما هنا الضغط بيبقى بسيط فبيبقى مليان بالميه بس الميه ما اتجمعتش وخدت ايه؟ وخدت قطرات. ما فيهوش ووتر كونتنت خالص اهو، وده يعتبر احسن هيت اكستشينجر. اما السوبر هيت الستيم ده بقى يا جماعه يا اما بيكون اكسباندد يعني الضغط فيه قليل جدا، او بيكون اتسخن جدا. في الحالتين هو درجه حرارته اعلى بكتير من المتوقعه، فبيعمل كهوت اير مش كهوت ستيم، بيعمل كهوت اير مش كهوت ستيم. وبرضه نيفر يوزد. اكتر واحد بنستخدمه هو مين بقى؟ هو الساتوريتد دراي. طب ليه ما بنستخدمش الساتوريتد ويت؟ تعالوا نشوف. مش دي الانابيب؟ لو هو ساتوريتد ويت بينزل يعمل كوندنسيشن بيتراكم. طيب اما يتراكم على الانابيب مش هيعمل ووتر فيلم على الانبوبه هنا والانبوبه دي وعلى الانبوبه دي وعلى الانبوبه دي وعلى الانبوبه اللي بعدها؟ قال لهم لاحظين ان الثيكنس بيزيد والكروس سيكشنال ثيكنس بيزيد، واحنا متفقين ان على اساس فورير سلو كل ما يزيد الثيكنس هو كان انعكاسي لو تفتكروا كان بيتناسب تناسب عكسي مع الثيكنس ده، يعني كل ما يزيد السكنس كل ما تقل الهيت ترانسفير افشنسي. فعشان كده انا ما بحبش استخدم مين؟ ما بحبش استخدم الويت لانه بيعمل ووتر فيل، ولكن بستخدم الدراي ساتوريتد ستيم. طيب انا قلت بقى ان هو لازم يبقى دراي ساتوريتد ستيم. حلو، اجفف انا بقى الستيم ده ازاي؟ يا جماعه عشان تبقوا فاهمين دي هتلاقوا بعض الكتب بتقول ان دي اسمها اكسسوارز لان دي ده الجهاز خلاص، بس تعالوا نشوف كده الجهاز ده داخل له ستيما. الستيم اللي داخل ده لازم يكون ايه؟ لازم يكون دراي وايه وساتوريتد. طب اعمله ازاي ده؟ عندي طريقتين اتنين، يا اما طريقه بجاز ستيم وبنسميه ستيم دراير، يا اما طريقه تانية بقول عليها ستيم تراب بتنيني محتفظ بالستيم اللي هو جاف في جهاز تاني، وبعدين اخد الجهاز التاني ده اقوم جاي موصله هنا عشان يبدا يعمل لي بامبنج. لمين؟ يعمل بامبنج للستيم. طب نشوف كده. اول نوع اسمه الستيم دراير. ستيم دراير يبقى هو بيجفف الستيم، يعني بيفصل القطرات بتاعه الميه من الهواء السخن. سيبريت ووتر فروم ستيم. بيعتمد على الحقيقه اللي بتقول ايه. بتقول ان لو انا تعالوا نشوف كده، ده اسمه سمبل ستيم دراير. لو في هنا اهو بخار وميه داخلين، اما يخبطوا البخار بيقدر يغير اتجاهه زي ما انتم شايفين كده، ولكن المية ما بتقدرش فتبدأ تترسب من تحت او تخرج على هيئة فنت او دريبس. انا معرفش ليه الدكتور مصمم انها فنت، بس هي المفروض ان اي مية بتتكاثف بنسميها دريبس. نشوف الكلام ده. فبقول لكم ان ده بيعتمد على الحقيقة اللي بتقول ان الستيم بيقدر يغير الدايركشن بتاعه لما بيخط في اي سيرفس، ولكن المية بتترسب ما بتعرفش تغير اتجاهها. فالسيمبل ستيم دراير ده بيكون من فيزل زي ما احنا شايفين، في فيرتيكال بليت اللي هو اللي في النص ده، فيرتيكال ايه بليت اهو، وبعدين الستيم بيدخل من الفيزل من القمه ويبدا يمشي لتحت في واحد من الاتجاهات ويطلع لفوق في الاتجاه الايه الاخر، والميه ما بتعرفش تغير اتجاهها فتقوم جايه مترسبه لي من تحت. طيب كان في عيب البتاع ده، وطبعا انا دايما الدكتور بيسال فيه الموديفيكيشن. قلنا ان العيب اللي فيه ان الميه ما بتمشيش، يعني الستيم ما بيمشيش مسافه طويله، ده مسافه صغيره، يعني ممكن برضو يعدي لي من هنا ويكون لسه مازال في قطرات ميه صغيره قوي، فقلنا لازم نطول المسار اللي هو بيمشي فيه. فعملنا السكرو تايب اهو، اسمه السكرو ستيم دراير. كل اللي انا عملته ان انا خليت الباث اللي في النص ده عباره عن سبايرال عشان الويت او الويت ستيم وهو داخل الميه بقى تقعد تتكاثف كتير 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 وتقوم جايه نازله لي من ايه؟ من الدريبس او الفنت، والستيم يقوم جاي يطلع لي من فوق لان هو قدر يغير ايه؟ يغير اتجاهه. خلي بالكم ان ده عنده فتحه واحده والفتحه الثانيه خلاص ما عادتش موجوده لان الستيم بيخرج من نفس الايه؟ البايب. زي ما احنا شايفين ده كان بيفصل الميه عن الايه؟ عن البخار.
ولكن في الحقيقه احنا عندنا بقى حاجه تانية اسمها ستيم تراب. ايه الستيم تراب دي بقى؟ الستيم تراب دي يا جماعه ما في مش ملهاش فتحه تانية يخرج منها الايه البخار، لا ده هي بتحتفظ بالبخار الجاف لغايه اما انا عوزه، او جاي واخد الستيم تراب ده موصله بالجهاز بتاعي اللي انا هيبقى فيه الستيم، فالستيم الموجود فيه يخرج لايه لبره. عندي كام نوع من انواع الستيم، ودي الوايد يوزد يعني دي اللي بتستخدم اكتر. كان عندي كام نوع، واحد اسمه ميكانيكال تايب، والميكانيكال تايب ده بيعتمد على الفيزيكال ديفرنس ما بين الستيم والايه اللي هي الكثافه، من الاخر بيعتمد على الاختلاف في الكثافه ما بين الفيبر اللي هو البخار والليكويد اللي هي الايه الميه. وهناخد منه واحد اسمه الفلوتنج ستيم تراب، وده مهم جدا والدكتور بيحبه قوي. في واحد اسمه ثيرموستاتيك ستيم تراب، وده بيعتمد على التمبريتشر ديفرنس، ان في اختلاف في درجه الحراره ما بين مين، ما بين الفيبر وبرده الميه. وهناخد منه سمبل ثيرموستاتيك تراب والموديفيكيشن ايه بتاعتها. وفي واحد اسمه بالانسد بريشر اكسبانشن ستيم تراب، وده يعتبر احسن واحد زي ما بقول لكم، اخر جهاز دايما بناخده هو بيبقى افضل ايه افضل جهاز. طيب نبدا نشوف كده مع بعض. اول واحد اهو اسمه الميكانيكال تايب اللي هو فلوتنج ستيم تراب. طب اشرح لنا الاول يا دكتور وبعدين بعد كده قول لي. بصوا يا جماعه، هنا البخار داخل، هنقول ان البخار اللي داخل ده ويت يعني فيه ميه، هيبدا ينزل هنا، المياه هتبدا تتكاثف، طبعا تتراكم فين، تتراكم تحت هنا، المياه تقعد تتكاثف 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 لغايه اما تعلى تعمل رايز، فتخلي ده هو فلوتنج، ده بالونه فلوتنج هدايه، تقوم جاي مرفوع لايه لفوق، اول ما تترفع لفوق الفتحه دي تتفتح، فالمياه اللي موجوده تقوم جاي ايه خارجه، ويتبقى لي بس البخار الجاف. انما طيب اما البخار اللي داخل ده يكون جاف بس، هو عمال يملا لي الحته دي، ما هو مفيش ميه. طيب الاول اما المياه تخرج مش الفلوت ده هيقوم جاي راجع تاني، فيقوم جاي قافل لي دي فيتجمع لي البخار الايه الجاف. فهمنا؟ نقول تاني، يبقى لو انا داخل لي ويت ستيم، البخار هيدخل هنا، المياه هتتكاثف هتتجمع لي تحت هنا، هتعمل ريزنج للفلوتنج هيد، فده يتفتح فالمياه تخرج، فاما المياه تخرج يرجع الفلوتنج هيد ينزل لتحت تاني، فيقوم جاي قافل ده، يبقى انا عمال بجمع جوه هنا بخار ايه بخار جاف، المياه اللي كانت موجوده فيه عماله تخرج وعماله تتخلص منها، فيبقى عندي بخار جاف بس. البخار الجاف ده يا جماعه اقوم جاي واخد الجهاز ده اهو، اخد الجهاز ده واقوم جاي قلبه كده وموصله بالستيم الانلت عشان يدخل لي الستيم جوه الجهاز. بقول اهو ان الويت ستيم بيدخل من خلال انلت، وبعدين الووتر كوندنسيت، وبعدين كولكتد اندر ذا فلوتنج هيد. لما الكوندنسيت رايز يعني نسبته تعلى، الفلوتنج هيد هيرتفع لفوق، والاوت الاوتلت جاي مفتوح لغايه اما الكوندنسيت يقوم جاي خارج، اللي هي المايه دي تقوم جاي خارجه، والفلوتنج هيد يقوم جاي راجع واقع تاني، وبالتالي الاوتلت يقوم جاي مقفول وهكذا. في واحد تاني بقى اسمه اللي هو ده يا جماعه كان بيعتمد لو انتم ملاحظين على الفيزيكال ديفرنس. ايه الفيزيكال ديفرنس؟ ان طبعا الستيم بيبقى الدنستي بتاعته او الهواء السخن او الستيم يعني الدنستي بتاعته قليله فبيبقى فوق، اما المايه اللي تكاثفت الدنستي بتاعتها بتبقى عاليه فبتنزل لايه؟ بتنزل لتحت. صدقوني الكلام ده مش هتسمعوه في اي حته. يا رب يا رب الفيديوهات تكون مفيده ليكم. ندخل بعد كده على الثيرموستاتيك ستيم تراب اللي هو السيمبل ثيرموستاتيك تراب. ده قصته كلها اهي، تعالوا نكبر ده. القصه كلها هي يا جماعه ان انا ندخل هنا البخار، طول ما البخار ده سخن ما فيهوش ميه، في جوه ميتال شيت اهو، شيت من الايه ميتال، بيكون سنسيتيف جدا لدرجه الحراره. طب طول ما البخار اللي داخل ده سخن، البتاع ده هيتمدد ويقوم جاي قافل لي الفتحه دي، يبقى اذا انا عمال بجمع هنا مين؟ بجمع هنا البخار الجاف الساخن. طب افرضوا في ميه، طبعا لو موجود في ميه، الميه هتبدا تتكاثف على مين؟ على الشيت، فيبدا يبرد فينكمش، اما ينكمش الميه تقوم جايه واقعه من الفتحه اللي ايه اللي تحت دي. عيب بقى ده ان طبعا البخار اللي داخل ده بيعمل بريشر فبيزيد معاه درجه الحراره، فساعات الشيت ده هو بيفقد السنسيتيفيتي بتاعته نتيجه الاختلاف في الايه في البريشر، فقلنا نعمل فيه موديفيكيشن. ايه الموديفيكيشن اللي احنا عملناه؟ بدل ما حطيت شيت جبت خليتها سفير، خليتها مدوره، ودخلت جواها فولاتايل اويل. اشمعنى؟ عشان الفولاتايل اويل بيبقى مور سنسيتيف للتمبريتشر تشينج. او خليته شيت برضو بس ركبت فيه فالف، الفالف ده هو اللي يفتح لي ويقفل لي الايه الاوتلت او الفنت او الدريبس. فبنقول السمبل ثيرموستاتيك تراب ده بيتكون من سنترال شيت من الميتال بيبقى حساس للتمبريتشر تشينج. الهاير تمبريتشر بتاع الستيم بتخليه يعمل اكسبانشن فيقوم جاي في فنت،
ولكن لو المايه جسفت are present will decrease the temperature of metallic tube فتخليها انكمش returning to its position فيفتح الفنت فعشان المايه تقوم جايه خارجه بره. عيبه زي ما احنا قلنا مش حساس قوي للسمول تمبريتشر ايه ديفرنس. عملنا بقى الموديفيكيشن اللي انا قلت لكم عليه. الموديفيكيشن رقم واحد ان انا عملت سنترال سفير من الفولاتايل اويل لمور سنسيتيف للتمبريتشر تشينج هنا, او قمت جاي مركب فالف اهو زي ما انتم شايفين هو ده اللي بيفتح ويقفل على اساس الاختلاف في درجه الحراره, وده احسن شويه. ولكن عيبه برضو زي ما قلنا ان ما زال لما بيزيد الضغط جوه بيزود البويلنج بوينت بتاع المايه وبيرفع التمبريتشر بتاع الميتل, وممكن يحصل ايرور في الاوبننج والكلوزنج بتاع الفنت. فعملنا اخر واحد اللي هو بيعتبر احسن واحد, وده برضو جهاز مهم قوي. بنلاقي ان هو بيتكون من كيس زي ما انتم شايفين كده متعلق فيها في القمه بتاعتها كبسول مصنوعه من كبر الوي او من السبيكه من النحاس, وموجود جواها ليكويد. الليكويد ده البويلنج بوينت بتاعته اقل من البويلنج بوينت بتاعت الاي الماي. البخار وهو داخل هنا طول ما هو سخن ما فيهوش اي قطرات ميه هيسخن الشيت ده او هيخلي السائل اللي جوه ده يغلي, فالشيت ده اللي هو الكبر اللوي ده يتمدد فيقوم جاي محرك البتاع ده قافل لي الايه, قافل لي الفنت, قافل المخرج ده, فما فيش ميه هتخرج. ولكن لو البخار اللي داخل ده فيه ميه, الميه هتتكاثف فهتبرد مين, الليكويد اللي جوه, فده شرينك يعني كامش بقى كده, فالفتحه دي تتفتح فالميه تقوم جايه ايه, تقوم جايه خارجه. فده يعتبر من احسن الطرق. وهنا نو ايرورز. طب ليه نو ايرورز؟ عشان الليكويد اللي انا مستخدمه جوه البويلنج بوينت بتاعته اقل من البويلنج بوينت بتاعت الايه الووتر, وبالتالي ما بيبقاش بيتاثر قوي بالتغيرات في البريشر. بعد كده يا جماعه عملت لكم ملخص تاني سريع كده. جمعنا الاجهزه التيوبلر هيت اكستشينجر كان فيه فيكسد هيد, وعرفنا سنجل باس يعني بيمشي في مسار واحد هيت اكستشينجر, كان فيه فيكسد هيد بس مالتي باس هيت اكستشينجر, وكان فيه فلوتنج هيد وعرفنا ليه الفلوتنج هيد هيت اكستشينجر, وعرفنا ليه انا بعمله اصلا على هيت تيوبلر عشان ازود مساحه السطح. بعد كده كان فيه الفند تيوب هيت اكستشينجر اللي بيستخدم فيه الفيسكوس ماتيريال, والسبايرال هيت اكستشينجر اللي بيستخدم في الحاجات اللي فيها سوليد والهايلي فيسكوس ايه ماتيريال. بعد كده دول الاكسسوارز او الحاجات اللي كانت بتساعد اللي هي الستيم ايه دراير, وخدنا السمبل ستيم دراير اللي كان بيمشي فيه في مسار صغير, وبعدين عملنا السكرو تايب ستيم دراير اللي بيمشي في مسار كبير. بعد كده عملنا الستيم تراب اللي كان فيه منها ميكانيكال فلوتنج ستيم تراب اللي كانت بتعتمد على الفرق في الدنستي ما بين الستيم والكوندنسيت. الثيرموستاتيك اللي كان بيعتمد على الاختلاف في درجات الحراره كان فيه منه واحد سيمبل وعملنا له موديفيكيشن. والبالانسد بريشر اكسبانشن ستيم تراب وده قلنا احسن واحد اللي بيبقى موجود فيه الكابر الوي, ودي تاني تجميع على الرسومات. يا ريت تبقوا تكتبوا لي اسم كل جهاز تحتيه. على فكره الاسئله بتيجي ازاي, الدكتور ممكن يجيب لك رسمه الجهاز ناقص بيانات ترسمها او تكملها انت, بيجي الامتحان ام سي كيو, بيجي كمان على فكره الماده عايزه فهم جدا مش حفظ بس يا جماعه, بيجي كمان الجهاز ويقول لك كلاسيفاي يعني قسمه لي, قول لي ده هل هيت اكستشينجر ولا ايفابوريتور ولا دراير ولا ايه بالظبط, وتقول لي اسم الايه اسم الجهاز. هي دي معنى كلمه كلاسيفاي والادفانتج والديس ادفانتج بتاع كل ايه جهاز لان الدكتور بيطلبها اكمل. يا رب تكون فيديوهاتي مفيده, ويا رب اشوفكم على خير في فيديوهات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.